صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشان عطله اول السنه الهجريه 1446 جاء في التعميم انه بمناسبه حلول السنه الهجريه الجديده 1446 تعطل وزارات المملكه وهيئاتها ومؤسساتها العامه يوم الاحد الاول من شهر محرم 1446 هجريا الموافق للسابع من شهر يوليو 2024.